بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوبة النصوح، وهي التوبة التي لا رجوع عنها. ولكن الإسلام واقعي، الإسلام يسع كل المذنبين. الآن دخلنا في موضوع آخر، الأصل والأكمل أن تكون التوبة نصوحة لا عودة فيها. ولكن لو أن شابا سألنا ماذا أفعل، وقعت في الذنب مرة ثانية، هل الحكمة أن نيأسه من رحمة الله أم أن نفتح له أبواب رحمة الله عز وجل؟ هذا موضوع حلقة اليوم. الأكمل ما قلناه في الحلقة السابقة، نعم. الأكمل أن تكون التوبة نصوحا، الأكمل ألا يرجع الإنسان عن توبته لأنه دخل في أبواب رحمته، الأكمل أن يفتح العبد المذنب مع الله صفحة جديدة. فإذا زلت قدمه، وهذا من ضعف الإنسان، وأعاد الذنب مرة ثانية، من له غير الله؟ لمجرد أن ييأس الإنسان من قبول توبته يفجر، والأمر يكون في حيز صغير فإذا هو في متاهة كبيرة. فرحمة الله جل جلاله كانت كحبل النجاة يتمسك به العاصون، كانت كصمام الأمان، كانت كقارب النجاة. فلا بد من أن نؤكد للإخوة المستمعين أنك إذا أعدت الذنب فأعد التوبة، وليس لك إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه يؤكد لنا أن رحمة الله واسعة، وأنه لا بد من أن نصل إليه، وأن نلجأ له، وأن نحتمي به، وأن نركن إلى رحمته. وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. لا إله إلا الله. نعم. إذن أبواب التوبة مفتوحة. نعم. على المؤمن من كمال إيمانه ورقي إيمانه وتألق إيمانه أن يوقن حق اليقين بأن التوبة مقبولة بإذن الله تعالى. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة مهما تكررت ومهما تكرر الذنب. ذلك أن الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل إن في الحديث القدسي: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. هنا بعض المحاجين يقولون لك بأن طالما أن إرادة التوبة هي من عند الله سبحانه وتعالى، فمن أين تأتي إرادة الذنب؟ هل الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نذنب؟ حاشا لله، حاشا لله. إن الله لا يأمر بالفحشاء،
أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في نفي الجبر، والجبر عقيدة فاسدة لو توهمناها لكنا في ضلال مبين. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلقنا ليرحمنا، بدليل قوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن أن نتوهم أن الله أراد الذنب لنا هذا مستحيل، وألف ألف مستحيل. أراد الخير لنا، أراد الهداية لنا، ولكننا مخلوقات أنعم الله علينا بنعمة الاختيار ليثمن عملنا، فالإنسان مخير. وأساس الذنب كما بحثنا هذا في أول حلقة، نعم، أساس الذنب أن كائنا أودعت فيه الشهوات ومعه منهج، فتحرك بدافع من شهوته من دون منهج، تماما كالذي يقود مركبة بلا مقود، فيها محرك قوي هي الشهوة، أما المقود هو المنهج. فمركبة تتحرك بلا مقود مصيرها حادث مروع. فكل إنسان يتحرك في شهوة أودعها الله فيه هي في الأصل حيادية ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي شهوة بمثابة سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. هذا هو أصل الذنب، كائن مخير. لذلك لا تجد لا في الملائكة ولا في الجمادات ولا في الحيوانات تكليف ولا ذنب ولا توبة، مخلوقات مسيرة. الإنسان والجن من بين مخلوقات الله جميعا منحوا نعمة الاختيار ليثمن عملهم، وأودعت فيهم الشهوات لتكون سلما لهم إلى رب الأرض والسماوات، فتحركوا بدافع من شهواتهم من دون منهج يسيرون عليه فوقعوا في هذه الذنوب. هذا فلسفة الذنب. أما أن يريد الله الذنب للإنسان يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه، يقول لك شارب الخمر طاسات معدودة بأماكن محدودة. من قال هذا؟ هذا كلام إبليس. فكل كلمة يقولها العوام ينبغي أن تقاس بالقرآن، فإن وافقته نقبلها وإن عاكسته نركلها بقدمنا. لا بد من عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة أساس العمل الصالح. ولو أن هناك عقيدة لا تنعكس عملا اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل انحراف في العقيدة يقابله انحراف في السلوك، إذن لا بد من أن نمحص عقائدنا وأن نعرف الله عز وجل. وابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. هنا في الحديث النبوي الشريف الذي صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم عن العبد الذي أذنب ثلاثا وتاب من ذنبه، في بعض روايات الحديث هناك خاتمة له فليعمل ما شاء، أي هل يا ترى يعمل ما شاء هكذا على الإطلاق، يذنب ويتوب يذنب ويتوب؟ والله أنا أفهم هذا التزييل في الحديث فهما لعلي أكون مصيبا به. يعني حينما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عثمان حينما جهز جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، كأن النبي يقول بلغ مرتبة من القرب من الله أنه قل ما يخطئ. فحينما يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب كأنه آن له ألا يذنب. أما أنا لا أفهم الحديث على أنه مهما عاش إلى أمد طويل يذنب ويتوب، كلما أذنب وتاب ضعفت علاقته بالله عز وجل، ولعل هذا هو الصواب. هناك قول آخر عن علي رضي الله عنه
قال خياركم كل مفتن تواب. قيل فإن عاد؟ قال يستغفر الله ويتوب. قيل فإن عاد؟ قال يستغفر الله ويتوب. قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور. يعني لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل كن عونا لأخيك على الشيطان. هذا معنى المؤمن يهب الأمل للمذنبين. والذي تعرفونه كثيرا أن الذي سأل راهبا عن إنسان قتل 99 رجلا هل له من توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. أما العالم الآخر الذي سئل أمره أن يخرج من أرض يذنب فيها إلى أرض فيها قوم صالحون. العالم الآخر عالج أصل المشكلة. وكأن الله عز وجل حينما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، العالم الحقيقي يبحث عن سبب الذنب، البيئة السيئة، رفقاء السوء، المثيرات التي يعيشها الإنسان، هذه كلها تدفعه إلى الذنب. فأنت إن أردت أن ترفع مستوى إنسان أبعده عن أسباب الذنب، فالهروب من أسباب الخطيئة خير من أن تهرب من الخطيئة نفسها. يعني كلمة دقيقة، حينما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، لما لم يقل لا تزنبوا؟ حينما قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، لما لم يقل فلا تعتدوها؟ ذلك أن للمعصية وهجا. يعني أنا أضرب مثل دقيق، وزير كهرباء في بلد ما هناك خط توتر عالي 8000 فولت، لا بد من وضع لوحة تحذر المواطنين. هذا التيار له حرمة أو له دائرة، له حيز، حيز إن دخل فيه الإنسان أصبح قطعة من الفحم. نعم. فهذا الوزير يضع اللوحة ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه؟ ممنوع الاقتراب منه. نعم. لذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. الشهوة الجنسية تشبه صخرة في رأس جبل متمكنة، أنت إذا دفعتها لك أن تدفعها، ولكن لن تستقر إلا في قاع الوادي. أنت حينما تتساهل بممهدات الفاحشة في الأعم الأغلب يقع فيها الإنسان، في الأعم الأغلب. فلذلك أنا حينما أنصح الناس بالتوبة أنصحهم أيضا بالبعد عن أسباب الذنب. البيئة الفاسدة، الرفيق السيء، الصحافة الماجنة، القصص الإباحية، متابعة الأفلام التي لا ترضي الله، هذه كلها تودي إلى المعصية. نعم. فالبطولة أن أبتعد عن أسباب المعصية. وللسيد المسيح كلمة رائعة يقول الشريف هو الذي يهرب من أسباب الذنب لا من الذنب نفسه. فغض البصر طريق لحفظ الفرج، عدم الخلوة طريق لحفظ الفرج. هناك أساليب كثيرة إن طبقها الإنسان ابتعد عن الفاحشة. فأنا كإنسان أدعو الناس إلى الله عز وجل أقول لهم توبوا، ولكن يجب أن أبين لهم أنه ينبغي أن يبتعدوا عن مظان المعصية وعن أماكن المعصية وعن العصاة. بل إن العلماء يقولون إن صحبة الأراذل تجرح العدالة، فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فإن ظلم الإنسان الآخرين أو كذبهم أو أخلف وعده معهم سقطت عدالته. لكن العلماء ذكروا أن هناك أشياء كثيرة تجرح العدالة لا تسقطها. مما يجرحها صحبة الأراذل، مما يجرحها التنزه في الطرقات، مما يجرحها الحديث عن النساء، مما يجرحها تطفيف بتمرة، مما يجرحها أكل لقمة من حرام، مما يجرحها من بال في الطريق، من مشى حافيا، من أكل في الطريق. يعني العلماء عددوا أحوالا كثيرة تجرح العدالة. لكن أريد من هذا اللقاء، من هذا الذي يجرح العدالة، أن نصحب الأراذل
ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الذي يعصم الإنسان عن الذنب. وفي الحديثين المشهورين الذي قتل 99 رجلا، التوجيه النبوي أن العالم الآخر أبعده عن مواطن الريبة، عن البيئة، أبعده عن البيئة، فأنت لن تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا كنت في بيئة صالحة. فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ولكن هل ندخل اليأس إلى قلوب من هم في بيئة قد تكون غير صالحة؟ لكن هنا في توجيه، أنا حينما يكون قدري أن أكون في بيئة سيئة، نعم، ينبغي أن أكون في برج أخلاقي عنهم لا في برج فكري. أنا أعيش معهم لكن لا أقع في سقطاتهم، لا أنغمس في شهواتهم، لا تزل قدمي كما يزلون. هناك من يعيش في بيئة لا ترضيه، هذا قدره، نعم، لكن حينما يبتعد بأخلاقه عن سقطات من حوله، الله عز وجل يعينه على الطاعة. نعم، هنا أتحدث عن إنسان أذنب مع هذه البيئة العاصية المذنبة، نعم، ولكنه أراد أن يتوب، هل لنا أن نعطيه إرشادا عدا أن يتخلى عن هذه البيئة؟ لا يستطيع أن يتخلى عن هذه البيئة، نرشده ونقول له كما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هو معهم بجسمه لكنه لا يطيعهم. ولعل في هذا إرشاد تربوي كبير جدا. أريد أن يعني أضع الإصبع على الجرح، يعني شاب في أسرة سيئة أو فتاة مغلوب على أمرها، والدها يشرب الخمر، نعم، يقول لها احضري لي كأس، نعم، الخمر، وهذا غالبا ما يقع، نعم، وهي تنهج منهج الله وملتزمة بطاعته ورفض معصيته وترجو رضاه، فماذا تصنع؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أبين حكمة الله في هذا التخليط. قد ينجب فتاة طاهرة من أب سيء، وقد ينجب أب جيد فتاة سيئة. الحكمة من ذلك أن هذا الأب حينما يرى ابنته الطاهرة المستقيمة الملتزمة لعله يتذكر الله عز وجل. ما خلط الله الصالح مع الطالح في الأسرة الواحدة إلا ليكون الصالح مذكرا وقدوة للطالح. وكم من فتاة تاب أبوها على يديها، كم من زوج سيء تاب على يد زوجته. هذا التخليط هناك حكمة تربوية رائعة منه. أنت كمعلم تضع الطالب الجيد إلى جانب الطالب السيء فلعله يأخذ منه بعض أخلاقه الفاضلة، أما لو وضعت السيئين في مكان واحد يحدث انفجار. فالتخليط من حكم الله العظمى. نحن نقول لهذه الفتاة الطاهرة التي تعرف الله عز وجل حينما تتصلين بالله عز وجل الصلة المتينة، هذه تعطيك حكمة ومقاومة عالية جدا وتعطيك لسانا طليقا في الحق. فلعل هذه الفتاة وهي في بيئة سيئة يهديها الله عز وجل إلى طريق قويم لإصلاح أبيها. يعني أنا أقول لكم لا يمكن أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب مؤمن إلا وأن تعبر عن نفسها بحركة نحو الآخرين. المؤمن ليس سلبيا وليس متقوقعا وليس منسحبا من الحياة. يعني أنا أذكر أنه أب كما تفضلت شارب خمر، كلما رأى ابنه يصلي يضربه، وما زال هذا الابن ينصح أباه عشرات السنين إلى أن تاب على يده وعرف قيمته. فأحد شيوخ الأزهر علمته نملة، دخل الأزهر فلم ينجح في الامتحان فنوى أن يبتعد عنه، فرأى نملة صعدت إلى هدفها 43 مرة أصرت وهي مصرة. نعم. أعرف قصة صاحب ملهى في الشام، له بنت لا تأكل من طعامه أبدا ولا يمكن أن ينالها من مال أبيها شيء، ولو طلبت المليون منه لم يتردد في إعطائه لها هذا المبلغ، لكنها رأت ماله حراما فاستقامت على أمر الله. والمؤمن دون أن يشعر هو داعية كبير باستقامته. الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. العفة دعوة والأمانة دعوة والصدق دعوة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه من كان قدرهم أن يعيشوا في بيئة سيئة.